أعرب مجلس النواب عن بالغ الشكر والتقدير وعظيم الامتنان والدعم والتأييد لموقف مملكة البحرين التاريخي الراسخ الذي لا حياد عنه في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وما تم التأكيد عليه في البيان الصادر من الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد ما جاء في بيان مجلس النواب بشأن عودة سفير مملكة البحرين في تل أبيب إلى المملكة، وكذلك مغادرة سفير إسرائيل من المملكة. بالاضافه الى توقف الطيران المباشر بين مطار البحرين الدولي ومطار تل ابيب مشيدا المجلس بكل الفخر والاعتزاز بالنهج الملكي السامي من لدن جلاله الملك المعظم ودعم ومتابعه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز الامن والاستقرار وترسيخ السلام وايجاد حل عادل للقضيه الفلسطينيه وصولا لحل الدولتين وفق مبادره السلام العربيه وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في اقامه دولته المستقله وعاصمتها القدس الشرقيه. مشيرا المجلس الى ان الموقف البحريني الرسمي والشعبي يؤكدان على ضروره وقف العدوان في غزه وحمايه ارواح المدنيين وفق القانون الدولي الانساني والعمل على تامين ممرات انسانيه وتجنيب المنطقه تداعيات العنف ودعم القضيه الفلسطينيه والحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني الشقيق